لا ارجع عيد الفكرة، قلنا نحن عنا هيدا السيك وعنا هيدا القرات العسيك الاو، وكان عنا الاكس يجراك اكس هون ويجراك هالمين نحسب. قلت اول ما بدي اخلق شمال بيجمع، نحن قلنا كيف الشمال الاساسي كان نحسب هيك، ما بعرف شمال تاني اللي بده يكون ما الاو منا عليه، دونك لوجيك ما بيجي هيك، يروح ويرجع يطلع. يعني اليك فورمي دو تروا بارتي بي اكس الفا، قلت انا بنكتبهم هيك، انا كانه بدي بي انيون سي انيون بي عن جديد، يعني في شقفه من البي بيرجع بروح على السيكل يلي القرات، يعني شقفه السيكل في عندكم يا من هالمال ويا من هالمال، باخذ الشقفه الاو منا عليها لان هيدا البيت بدي اخلق شما اكس يجريك الاو منا قرات عليه، دونك انيون سيكل اخر شيء بده يرجع يلحق بالبي. دونك قلت حطوا اكيد الاكس بي بده يبلش من اكس بده يروح على الفا، حط الفا مش حيلا بوا ما بعرف شو هو بسميه الفا، هيدا بده يمشي الفا بيتا بده يرجع يكفي كيف بيتا ايجريك. هلا بما انه عندكم فكره هيدا الشغل عم نعمله بريون، بس اشوف كيف بدي اخلق هيدا الشما. دونك كيف بدي اخذ الالفا؟ هلا صار بعرف جو دوا بروندر الفا تل كو كوا بي اكس الفا الي مينيمال، الفا لكن وين بيكون؟ بدي اخذ الالفا لكن، دونك هلا من ورا هيدا الشيء اللي نحن بريون صرت اعرف انه الالفا ابارتيان وين؟ على بي على بي انتر سي تلك شو؟ تلك بي اكس الفا مينيمال، هيك تخلقوها للبي بي اكس الفا مينيمال. يعني الفكرة انه عم باخد اول بوان دانترسيكسيون بين بي اي سي. ليه بدي اول بوان دانترسيكسيون؟ تكون اكيد انه ما في غيره البوان دانترسيكسيون. طب وبعبد البيتا، طب البيتا وين بده يكون لكن؟ نفس الفكرة البيتا هالمرة كمان وين بده يكون؟ مين في يقول لي؟ البيتا ابارتيان على بي دو بي انتر سي انتر بي هي زيتا بي انتر سي، فيك تحطها هي زيتا بي انتر سي او سي انتر بي، بس هالمرة مين البي شو مينيمال؟ بيتا ايجريك مظبوط بي بيتا ايجريك بيتا ايجريك مينيمال. دونك ليه عم بعمل هيك؟ لكون اكيد انه ما في ولا بوينت انترسكسيون، يعني بي اكس الفا هلا انتر سي الفا بيتا، الانترسكسيون بين هاتنين مش الانيون منه الا البوان الفا. الانترسكسيون هلا بين هاتنين يعني بين البي سي الفا والبي بيتا ايجريك، الانترسكسيون بيناتهم شو صار؟ البيتا بس. ليه؟ لانه اخذت البي بيتا ايجريك مينيمال. دونك هيك تخلقوا صرت بعرف لكن شو بدي اخذ؟ الفا بي بي انتر سي تلك بي اكس الفا مينيمال وبيتا بي بي انتر سي تلك بي بيتا ايجريك مينيمال. دونك وليه في يخلق هالالفا والبيتا؟ لانه البي انتر سي الي نون فيت، دونك لانه انا اكيد في انترسكسيون، مين اللي بالانترسكسيون؟ الاو او قريت على البي باردوني والاو قريت على السيكل، لو ما في انترسكسيون بيناتهم اصلا ما في اخلق الالفا والبيتا. دونك هلا صار فينا نعمل البروف. دونك او قريت على السيكل وعلى الشما، دونك الانترسكسيون مالنا فيد، لانه الانترسكسيون مالنا فيد صار فينا نقول مثل ما هلا في لي الفا وبيتا على انترسكسيون تلك بي اكس الفا مينيمال اي بي بيتا ايجريك مينيمال، فيكم تخلقون دغري اثنيناتهم او ايتاب بار ايتاب مثل ما بدكم. هلا هون اذا كتبتوا بس هيك وكفيتوا وعملتوا الانيون تبعهم، يعني مثل ما عملت انا هون، سوري مش هون، فيكم انا هلا عم بكتب كثير ديتايات، يعني اذا كتبتوا هيك هيدا الانيون فيكم. انا هلا عم فصل كثير، عم بقول يعني انا صرت اكيد الانترسكسيون بين بي اكس الفا وسي بطلت الا الالفا، الانترسكسيون بين بي بيتا ايجريك مع سي كمان بطلت الا البيتا، ساعتها صار في اعمل الانيون بيناتهم كلهم. هيدا شو صار؟ الى اكس ايجريك شما نو كونتونا با او، بس لازم حدد هالشقفه اي شقفه بدي اخذ من السيكل. سي الفا بيتا سي لو شما نو كونت لو شما دو سي نو كونتونا با او، لان نحن قلنا هيدا هو السيك وهيدا هي الارات او، دونك كان في ميلتين يا ميل اللي بتقطع بأو ميل ما بتقطع بأو، انا بدي اخذ السي الفا بيتا
حيلا دو بوان من السيكل وقت تاخده زي هاي الفا وهي بيتا. عندكم دو بارتي، يا تاخدوا هالميل دونك الاو عليها او اخذ من تحت والاو من عليها. دونك نحن بار ديفو بدنا ناخذ الشقفيه اللي ما عليها الرد. دونك بنكون برهنا P1 XY chemin tel que E appartient à P, on a trouvé qu'il existe un autre chemin que Q, XY chemin ne contenant pas E. Ça, c'est la deuxième partie A. Finalement, il faut déduire que G moins E, il est connexe. Donc, la maïboule, G moins E, maintenant, il est connexe, vous déstamil, qu'il y a dessus. Qu'il y a dessus, il y a dessus, G moins E, il est connexe, il y a dessus. يعني بقدر لقي x y تل كـ e في n'importe quel x y chemin danger. donc on suppose maintenant que e est un arrêt du cycle. نحنا معنا هاي دونة de هاي دونة et il faut déduire que g moins e il est connexe. شو راح نعمل؟ راح نعمل par contradiction. donc راح بلش أول شيء إنه من الparti 1 a من الparti sorry 1. Donc, je suppose que G moins E, il est non connexe ou les ou ça la contradiction. G moins E, il est non connexe. Qu'est-ce qu'on a montré en haut? Qu'il existe un XY chemin, XY dans E, sorry, XY dans G, tel que E est une arête de n'importe quel XY chemin dans G. Faire à la étape par étape. G moins E non connexe, c'est un dernier barin, noir à la partie 1. qu'il existe un XY chemin danger tel que E arrête à l'air. Parce que la partie A, je suis en 2A. Si P, c'est un XY chemin tel que E arrête, je vais te dire un autre XY chemin tel que E maintenant arrête. Donc, je vais te dire 2A, je vais te dire un autre XY chemin tel que E maintenant arrête à l'air. Je vais te dire. Contradiction. Nous avons il existe un XY chemin tel que pour tout XY chemin, E à la chemin. Partie à titre, nous avons XY chemin, bien à qui de l'E arrête à l'air. On va maintenant l'E maintenant à l'air, à la haie de ce chemin. Contradiction de 1. Donc, moi, je vous réponds, G moins E, il est connexe. Donc, G moins E, il est connexe. Connexe.